الزلزال اللي ضرب بشدة جنوب تركيا، واللي وصل عدد الضحايا قاعد يرتفع شيئا فشيئا، وصلوا أكثر من 1014 شخص وأصيب أكثر من 7000 آخرين. وقال الرئيس التركي أردوغان أن هذه أكبر كارثة تشهدها البلاد منذ عام 1939، مضيفا أن 2824 مبنى انهار نتيجة لذلك. وأفاد التقارير بأن زلزال ثانيا ضرب جنوب شرق البلاد في المنطقة نفسها والتي ضربها الزلزال الأول. وفي سوريا قالت وسائل إعلامية رسمية أن الزلزال أسفر عن مقتل 430 شخص على الأقل عبر الحدود في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة في سوريا التي مزقتها الحرب. دونك زلزال كبير وكبير برشا. معنا عبر الهاتف هيبة جويني، تونسية مقيمة في سوريا، كان تحكي لنا أكثر تفاصيل. ألو هيبة. سوريا خلاص، سوريا في تركيا. في تركيا عفوا، كنت مخلط بين سوريا وتركيا. دونك هيبة معنا، عفوا، تونسية في تركيا. صفالة بس عليكم. صفالة بس نعرفوا هيبة اللي انت نورمالمون في البلاسة بعيدة على الزلزال. طنطوني بس حتى مروحة دار. أما أي بعيدة عليها كما بزرت وزر هكذا. فهمت. أكيد عندك تفاصيل، أنه ما فهميش، سمعنا في تقارير أولية أنه ما فهميش التوينسة في الحادثة هذه. هو إن شاء الله ما فهميش، خطر بخاتيمون البلاصة ذيك يدوب فيها برشة سوريين، فيهم برشة معناها غازيكا كمان شغل بيصمعنا الخير. هيبة كنت قلنا وين هي بالضبط، وين في تركيا معناها بالضبط؟ قلت فما ثلاثة بلايس ضروا غازي عنطيب، كهرمان ومرعشلي، معناها حتى كي ضربوا جاتهم 7.4 معناها القوة متاع الضربة، والحكاية اللي عندها برشة ما فاتش. فهمتك. من 1939 ما قلت أنت. فجعة الحق يا ربي. حتى عملنا وصلت في اسطنبول وثلاث في غادي عنطيب ديجا. إيه لكن ما صارتش معناها بالقوة هذه الزلزال، معناها خطر حسب تصريح الرئيس أردوغان قال معناها من عام 1939 ما صارتش معناها فاجعة في تركيا كي من هكا. ما هو مش تركيا بس، برد تونس، تركيا وسوريا، تركيا لبنان الأردن قبرص، نتاعهم حتى عندهم قبرص لبنانية وقبرص تركية، برد تونس معها برسمي واحد حل ايه صبح على فاجعة خيبة برشا. وتركيا في الهدف متاحة خيبة برشا ديجا دهن يغموه في اسطنبول صار منطع حسين ورجع عبد الموت الشارع، لما ما يقعدوش في الديار خاطر معناها ما شاء الله. فهمتك. هي المنطقة هي هيبة كان خلينا نزيد نوضحه، اسكو المنطقة اللي صار فيها الزلزال هي منطقة سياحية وإلا لا؟ هي بون فيها سياحية وفيها اللي خاطر العباد تهبط غاديكا تمشي، معروفة مثلا عن تيب، معروفة بالفندق، معروفة بالبقليوة، معروفين بالكابل نتاعهم، هم عباد أتاشي بالحاجة تذوقهم تمشي معناها فهمت. أما هي على حدود سوريا معناها فيها برشا سوريين، وما عندك حتى فكرة يا زيي كنترا الفيديوهات العباد كيفاش تشهد كل يوم القيامة، بالحق كل يوم القيامة والله. عندكش فكرة هيبة شنو الإجراءات معناتها اللي حابت تتخذها الحكومة التركية جراء الفاجعة هذه؟ عندكش فكرة عن الموضوع؟ ما نعرفش، ما هو مبدئ يعني في كوليك تعبير كل القادات عم في كوليك والدوام بس غزيكا تقلاس، وما نيش عارفة معاني حتى فكرة، خاطر انا واحدة من الناس صراحة اللي شفتوا صبيح حالي تعيني عليه الشيء زي ما نحكي لكش معناها. العبيد بالحق كنت راوجوهم لهنا تعزيهم نحكلوا العبيد بالحق ما. يا رسول الله اليوم في العبيد حتى في الخدمة ما يقولوا صبيح الخير، يقول لك ان شاء الله ربي يسترنا، خاطر عمي والفارت في سارت في اسطنبول وأنا موجودة لهنا هاوي طايحة على عبيد قاعدة تصور انت عبيد الطائرات عادين يكسروا في الصباح وكل صوفيت معناها طايحة هاوي منيك الكلمة موجيلة ذيكا متاع تونس موجيلة وصل البلاد موجيلة وصل البلاد ذيكا
فهمتك فهمتك. حسيت حسب وزيك وقتي أنا هندي فما بالك الضربة كيما قوة هذا كمان. صحيح. هيبة نظن عبد الوصي وربي يرحمهم. إن شاء الله ربي إن شاء الله ربي يرحمهم. واحد كيفاش يعيط الأم ويلوم على أمه وهو معناها شيء شيء يوجع ثانية متاع عشرة طاقات تحت وهو يعيط أمي أمي يلوج على أمه بالحق شيء مكتب والله. ان شاء الله ربي يصبرها وان شاء الله ربي يرحم العباد اللي ماتوا. هبه اخر اخر سؤال، نظن انتم التوانسه اللي معناها خاصه تعيشوا في تركيا غديك، نظن تتواصلوا مع بعضكم، نظن تعرفوا بعضكم، معناها فماش اجراءات معناها مش تشوفوا اسكو فماش شكون من التوانسه اللي يستحق كيفاش تعاونوه، ما نعرفش اسكو فما شكون تضر ولا حاجه كيما هكا معناها. سمحني لي بحط عليك، أما الأغلبية راضي عن طيب وكهرمان ومرعشي توانسة مش ما يمشوا ليش خاطر أول حاجة بعيدة ثاني حاجة مش ما معناها الكل ما مستولينها معناها مستولينها السوريين ولا دونك توانسة تلقاهم في بورصة تلقاهم في في سابنجا تلقاهم في سكاري تلقاهم في بلاي سكين هكية معناها على قريبة لإسطنبول ديما نقولوا تونس حمامات خاطر الكهرمان ومرعشلي والعنزيب على حدود مع عبارة احنا بغير تونس انا بس كما نقولوا الحدود متاع زندوبة زير هكي تتضبط معناها فهمت بلايس هذيكم هم يبسورين مستحيل تلقى فيها تونس لكن فما تونسي راهو في اسطنبول ولا في خاطر عندنا جروب جاليا وانت معايا جاليا في اسطنبول رانا على فينا ما فما حتى حد اكزاكتو هذا اللي حبيت نسال عليه. سينو انا نظن هبه كما انت من عائلتك ولا من اللي يعيشوا غديك راهم تفاجئوا عليكم برشا وما تفرهدنا الا والله تعرف نحكي معاك والتليفون مصباح ما سكتش معايا انا واحده من الناس نحيت سكرت الكونيكسيون خليت نتفرج في التليفون قعدت نخدم على روحي يا زي العباد الكل تكلم فيا ما نجمش لبيت انا اوكي لبيت ما قدش نجاوب وقدش دارنا ذوكم صممتهم اول حاجه وقاتل وتراب اوكي ان شاء الله يعطيهم الصحه العباد تذكروني العباد الكل تكلم فيا اما ما احبش خاطر عرفت عرفت شو قدرت اللي كبرت على التفاصيل وانا اللي ريت فيديوهات رحت بما حريت عينيا مضاريه ما معك في الدراما فهمتك. إن شاء الله ربي يلطف بكم الكل بالجاليتنا التونسية خارج حدود الوطن أينما كانوا وإن شاء الله لباس وإن شاء الله ربي يرحم الموتى اللي توفيوا في سوريا وفي تركيا زيدا وإن شاء الله ربي يشفي العباد اللي تذرت وإن شاء الله ربي يعوض العباد اللي خسروا زيدا الخسائر المادية. مرسي بوكو هبة على تدخل متاعك عايشكم خلا ربي يرحمهم خلا برشا نيت وبرشا نزلوا يعرفوا عليهم مين وخلا ربي يرحمهم ويغفر لهم وكها وخاطر بالحق بزا بلاصة متاع عبيد ما عرفت فيها برشا زوي ولا وربي يعلم فيها الله ربي يرحمهم وكها ان شاء الله امين يا رب ان شاء الله ان شاء الله. دونك كانت معنا هبه جويني بالتليفون تونسيه مقيمه في تركيا تحديدا في اسطنبول. الزلزال كان بعيد عليهم شويه وكانت اكدت لنا انه معناها ما ثميش تونس في المنطقه اللي صارت فيها الزلزال وان شاء الله مره اخرى ان شاء الله ربي يرحم موتى اللي توفوا في الـ في الـ في الحادثه هذه كيك سواء من اي بلاد في تركيا في سوريا ولا في البلدين الاخرين وان شاء الله ربي يشفي العباد اللي تذرت وان شاء الله احنا ربي بعد علينا البلاي ترتيحه صغيره مع الموسيقى ونرجع لكم